السودان يرحب بإنهاء الاتحاد الأفريقي تعليق عضويته ويؤكد التزامه بأهدافه. محادثات أمريكية فرنسية غدا في باريس لتنسيق جهود تأمين الملاحة في مياه الخليج. ومجلس اللوردات البريطاني يقر قانونا يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. العاشرة مساء الثامنة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. رحب السودان بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رفع تعليق عضويته بالاتحاد الأفريقي معربا عن شكره للاتحاد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد أكد رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بعد أن شكلت حكومة مدنية تقود البلاد. استعرض الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر خلال اجتماع عقد بقصر قرطاج، استعرض آخر استعدادات الجيش لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف الجهات المعنية. وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن الناصر قد أثنى على جهود كافة أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية إثر نجاح العملية الاستباقية الأخيرة بمنطقة حيدرة في ولاية القصرين، والتي أدت إلى القضاء على 3 إرهابيين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شخصين وإصابة 66 بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة. وشارك آلاف الفلسطينيين في المسيرات التي خرجت إلى مخيمات العودة على حدود القطاع، وانتشر العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي بمحاذاة مخيمات العودة الخمس وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في الأجواء. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بهري إن الطرف الوحيد الذي يجب أن يسأل في شأن اختراق قرار مجلس الأمن رقم 1701 هو إسرائيل وليس لبنان. وأكد بهري خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبش التزام لبنان بالقرارات الأممية المختلفة. حذرت الولايات المتحدة من أن امتناع دول أوروبا عن استعادة مواطنيها المحتجزين في سوريا يهدد أمن المنطقة. وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إستر في المستهل لزيارته إلى لندن أن نحو 2000 مسلح ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي ما زالوا محتجزين في مراكز غير مخصصة شمال شرقي سوريا، يشكل خطرا متزايدا على الوضع الأمني الهش في المنطقة. أعلنت الحكومة العراقية تأجيل افتتاح معبر القائم الحدودي الواصل بين العراق ومحافظة دير الزور السورية، والذي كان مخططا له السابع من هذا الشهر. وقال قائم مقام قضاء مدينة القائم العراقية أحمد جديان إنه على الرغم من إنجاز نحو 90% من أعمال إعادة تأهيل المنفذ، إلا أن التجهيزات اللوجستية غير مكتملة حتى الآن، مما يستدعي تأجيل الافتتاح حتى إشعار آخر. على التحالف العربي أن قوات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا من عمران وسقط في صعدة شمالي اليمن، كما دمرت الدفاعات السعودية للمرة الثانية صاروخا باليستيا أطلقته قوات الحوثي باتجاه نجران جنوب السعودية. يبحث وزير الدفاع الأمريكي مارك إزبر مع نظرات الفرنسية غدا كيفية التنسيق بين جهود البحرية الفرنسية وواشنطن لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. جدير بالذكر أن فرنسا استبعدت الانضمام إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من تهديدات ربما تمثلها إيران في مضيق هرمز، لكنها دعت لتشكيل تحالف أوروبي. ذكرت رئيسة وزراء الدنمارك متى فريدريكسن أن بلادها تجري محادثات مع دول أوروبية بشأن تشكيل قوة دولية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وفي أواخر يوليو الماضي رحبت الدنمارك بمقترح في هذا الشأن، وقالت إن القرار النهائي سيظل رهنا في البرلمان. يزور وفد من وكالة الطاقة الذرية السبت العاصمة الإيرانية طهران، وقال متحدث باسم الوكالة إن القائم بأعمال مدير الوكالة التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي سيجتمع مع مسؤولين إيرانيين رفيع المستوى في طهران الأحد المقبل. وعلى صعيد ذي صلة أكدت المفوضية الأوروبية أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية
في مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية، معربة عن قلقها العميق من تقليص إيران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. وافق مجلس اللوردات في بريطانيا على مشروع قانون يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ويجبر القانون الجديد رئيس الوزراء بوريس جونسون على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، وربما المطالبة بتأخير موعد خروج بريطانيا والمقرر في 31 من أكتوبر المقبل. هذا وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لن يستقيل من منصبه بعد فشله في الحصول على دعم عدد كاف من نواب مجلس العموم لإجراء انتخابات مبكرة الشهر المقبل. وأضاف جونسون أنه سيذهب إلى بروكسل وسيتوصل لاتفاق وسيضمن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أواخر أكتوبر المقبل. أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين أمام محطة المترو الأنفاق في شبه جزيرة كولونا المزدحمة بالسكان في أحدث اشتباك تشهد الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ 14 أسبوعا. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن الجولة الثالثة للحوار الثلاثي على مستوى وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان ستعقد في إسلام أباد غدا السبت برئاسة وزير الخارجية الباكستاني محمود قريشي. وأوضحت الوزارة في بيان أن الوزراء سيبحثون عدة ملفات بما فيها العلاقات السياسية وعملية السلام والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتعاون الإنمائي والاتصال. أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حاجة نحو 76 ألف شخص تضرروا من إعصار دوريان في جزر البهاما إلى الغذاء والمساعدات. وقال المتحدث باسم البرنامج أن المنظمة الدولية بصدد إرسال 8 أطنان من الأغذية إلى جزر البهاما في الفترة المقبلة، منوها بأن الوكالات الإنسانية ستقوم بعملية تقييم جديدة هناك عبر مهمة استطلاعية جوية للوقوف على الوضع على الأرض. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.